العالمة ريان أبو محيسن من المدرسة الفلسطينية المشتركة في دولة قطر، معلمة علوم الحياة للصف الرابع الابتدائي. العلوم والحياة الصف الرابع الابتدائي، الوحدة الأولى أجهزة جسم الإنسان، الدرس الرابع الهضم والجهاز الهضمي. أهداف الدرس: أن يستنتج الطالب مفهوم عملية الهضم، أن يتعرف الطالب إلى أجزاء الجهاز الهضمي، أن يتتبع الطالب مراحل عملية الهضم، أن يتعرف الطالب إلى أنواع الأسنان وعددها، أن يستنتج الطالب أن الأجهزة الهضمية للحيوانات مختلفة. الهضم والجهاز الهضمي: يقوم جسم الإنسان بعمليات حيوية ضرورية لاستمرار الحياة، والإنسان يحصل على الطاقة اللازمة للقيام بمهامه من الغذاء الذي يتناوله ويتم هضمه عن طريق الجهاز الهضمي. فما هي عملية الهضم وما هو الجهاز الهضمي؟ لماذا نتناول الطعام؟ إلى أي أجزاء الجسم يدخل؟ يعد الغذاء أحد العناصر الأساسية لاستمرار الحياة، وهذه العناصر هي الهواء والماء والغذاء. لكن كيف يصل الطعام الذي نأكله إلى جميع أجزاء الجسم؟ عند تناول حبة تفاح، ما المسار الذي تتبع هذه الحبة حتى تصل إلى جميع أجزاء الجسم ويستفيد منها؟ وما التغيرات التي تحدث لها أثناء رحلتها؟ لنتعرف على ذلك عملياً، امضغ قطعة التفاح واتركها في فمك 3 دقائق. هل تغير طعمها؟ هل تغير شكلها وقوامها؟ نستنتج أن الجسم لا يستطيع امتصاص الطعام والاستفادة منه كما هو، لذا يهضم الطعام داخل الجسم. فالهضم هو تحويل الطعام من قطع كبيرة إلى قطع صغيرة، ثم إلى مواد يسهل امتصاصها والاستفادة منها. والآن عزيزي الطالب، هل يستطيع جسمي امتصاص قطعة التفاح أو اللحم والاستفادة منها كما هي؟ لماذا؟ فكر. نعم، أحسنت، لا يستطيع الجسم الاستفادة من قطعة التفاح أو اللحم كما هي، فيجب تحويلها من قطع كبيرة إلى قطع صغيرة، ثم إلى مواد يسهل امتصاصها، وهذا ما يسمى بعملية الهضم. والآن عزيزي الطالب، لنتعرف على عملية الهضم، أحضر الأدوات الآتية بمساعدة أمي. والآن عزيزي الطالب، اتبع الخطوات الآتية. أولاً، أقطع قطعة البسكويت إلى قطع صغيرة. ثانياً، أعصر الليمون. ثالثاً، أضع عصير الليمون في كيس البلاستيك وأضيف عليه البسكويت المقطع. رابعاً، أضغط على الكيس برفق. لا تنسى عزيزي الطالب الانتباه عند استخدام الأدوات الحادة. والآن لنشاهد الفيديو الآتي. والآن عزيزي الطالب،
ماذا حدث للبسكويت في النشاط السابق؟ نعم أحسنت، تحول البسكويت بعد تقطيعه وإضافة عصير الليمون إلى سائل لزج وكثيف. نستنتج أن عملية الهضم في المعدة تتم بمساعدة، أحسنت، عصارة المعدة الحمضية مثل عصير الليمون الذي تم وضعه في النشاط السابق. وماذا أيضا؟ نعم أحسنت، حركة عضلات المعدة والتي تشبه عملية الضغط على الكيس البلاستيكي. من خلال النشاط السابق نستنتج أن الهضم هو تحويل الطعام من قطعة كبيرة إلى قطعة صغيرة ثم إلى مواد يسهل امتصاصها، وتتم هذه العملية عن طريق الجهاز الهضمي. فالجهاز الهضمي هو مجموعة من الأعضاء تقوم بعملية الهضم. والآن، ما الأجزاء المكونة للجهاز الهضمي؟ انظر إلى الصورة ثم أجب عن الأسئلة التي تليها. والآن عزيزي الطالب، ما اسم الجهاز في الصورة السابقة؟ أحسنت، الجهاز الهضمي، وهو مجموعة من الأعضاء تقوم بعملية الهضم. اكتب أسماء أجزاء الجهاز في الصورة السابقة مرتبة من الفم. نعم أحسنت، البلعوم، ثم المريء، المعدة، الأمعاء الدقيقة، والأمعاء الغليظة، وتنتهي بفتحة الشرج. تشكل هذه الأجزاء مع بعضها البعض القناة الهضمية. القناة الهضمية، تبدأ القناة الهضمية بالفم، ثم البلعوم، ثم المريء، ثم المعدة، فالأمعاء الدقيقة، والأمعاء الغليظة. ملحقات القناة الهضمية، يلحق بالجهاز الهضمي أعضاء تساعد الجهاز الهضمي في القيام بوظيفته مثل الغدد اللعابية والبنكرياس والكبد. وملحقات الجهاز الهضمي تفرز مواد تساعد في عملية الهضم. والآن عزيزي الطالب، بالرجوع إلى مكتبة المدرسة أو الشبكة العنكبوتية، ابحث عن أسماء بعض العصارات التي يفرزها الجهاز الهضمي وتساعد في عملية هضم الطعام. أحسنت، اللعاب يفرز من الغدد اللعابية، العصارة البنكرياسية تفرز من البنكرياس، العصارة المعدية تفرز من المعدة، والعصارة الصفراء تفرز من الكبد. أحسنت، ملحقات القناة الهضمية، من خلال ما سبق تعلمنا أن ملحقات القناة الهضمية هي الغدد اللعابية، البنكرياس، والكبد. وملحقات القناة الهضمية تفرز عصارات هضمية تساعد في عملية الهضم. تعلمنا أن الجهاز الهضمي هو مجموعة من الأعضاء تقوم بعملية الهضم، وأن عملية الهضم هي تحويل الطعام من قطع كبيرة إلى قطع صغيرة ثم إلى مواد يسهل امتصاصها. فالجهاز الهضمي يتكون من القناة الهضمية وملحقات القناة الهضمية. القناة الهضمية تتكون من الفم،
البلعوم، المريء، المعدة، الأمعاء الدقيقة، والأمعاء الغليظة، وتنتهي بفتحة الشرج. أما بالنسبة إلى ملحقات القناة الهضمية فهي الغدد اللعابية، الكبد، والبنكرياس. لكن ما هي وظائف أعضاء الجهاز الهضمي؟ سنبدأ بأعضاء القناة الهضمية. أولاً الفم. يقوم الفم بتذوق وتقطيع وترطيب الطعام. تذوق الطعام عن طريق اللسان، وتقطيع الطعام عن طريق الأسنان، أما ترطيب الطعام عن طريق اللعاب الذي يفرز من الغدد اللعابية. البلعوم. يقوم البلعوم بنقل الطعام من الفم إلى المريء. المريء. المريء هو أنبوب عضلي ينقل الطعام من البلعوم إلى المعدة. المعدة. المعدة هي كيس عضلي يصل بين المريء والأمعاء الدقيقة. تقوم المعدة بهضم جزء من الطعام بمساعدة العصارة المعدية الحمضية. الأمعاء الدقيقة تكتمل فيها عملية الهضم وامتصاص الغذاء المهضوم المفيد للجسم. أما بقية الطعام الذي نتناوله ولا يستطيع الجسم هضمه فيمر إلى الأمعاء الغليظة. إذن تقوم الأمعاء الدقيقة بامتصاص الغذاء المهضوم وتكتمل فيها عملية الهضم. الأمعاء الغليظة تمتص الماء من الفضلات وتفرز عليها مادة مخاطية لتسهيل خروجها عبر فتحة الشرج. إذن الأمعاء الغليظة تقوم بامتصاص الماء مما تبقى من الغذاء وإخراج الفضلات الصلبة عن طريق فتحة الشرج. والآن سنتعرف على وظائف ملحقات القناة الهضمية. أولاً الغدد اللعابية. تقوم الغدد اللعابية بإفراز اللعاب لترطيب الطعام. الكبد. يقوم الكبد بإنتاج العصارة الصفراوية التي تساعد في عملية الهضم. البنكرياس. يقوم البنكرياس بإفراز العصارة البنكرياسية التي تساعد في عملية الهضم. فملحقات القناة الهضمية تفرز عصارات تساعد في عملية الهضم. والآن عزيزي الطالب، هيا نتتبع رحلة الطعام. أنا لقمة طعام. تبدأ رحلتي من الفم، حيث يتم تقطيعي وطحني بواسطة الأسنان، ومن ثم يتم مزجي باللعاب وتقليبي باللسان، ثم أنتقل إلى البلعوم ومنه إلى المريء الذي يدفعني إلى المعدة. يمكث الطعام في المعدة حتى يتم هضمه وتحويله إلى سائل. تكتمل عملية الهضم في الأمعاء الدقيقة بمساعدة مواد يفرزها الكبد والبنكرياس، ويتم امتصاص الجزء المفيد من الطعام. بعد ذلك ينتقل ما تبقى من الطعام دون هضم إلى الأمعاء الغليظة التي تعمل على امتصاص الماء وإفراز مادة مخاطية لسهولة إخراج الفضلات، ثم تنتهي رحلة الهضم بخروج الفضلات الصلبة من فتحة الشرج. والآن ما هي مراحل عملية الهضم الأربعة؟ فكر. نعم أحسنت. أولاً تناول الطعام وتقطيعه وترطيبه. ثانياً هضم الطعام وتحويله إلى مواد بسيطة. ثالثاً امتصاص الماء والغذاء المهضوم.
رابعاً إخراج الفضلات من فتحة الشرج. ذكرنا سابقاً أن وظيفة الفم هي تقطيع وترطيب وتذوق الطعام، ويتم تقطيع وطحن الطعام بواسطة الأسنان. فما هي الأسنان؟ وما هي أنواعها؟ وكم عددها في الفم؟ الأسنان هي تراكيب موجودة في فم الإنسان تقوم بتقطيع وتمزيق وطحن الطعام. أنواع الأسنان: القواطع، تقوم القواطع بتقطيع الطعام. الأنياب، تقوم بتمزيق الطعام. الضواحك، تقوم بطحن الطعام. والأضراس، أيضا تقوم بطحن الطعام. والآن عزيزي الطالب، انظر إلى الصورة المجاورة والتي تمثل الأسنان عند الطفل في سن السادسة. يبدأ ظهور أسنان الطفل في الشهر السادس من عمره، ثم تكتمل قبل الخامسة، أي تقريبا عند الثالثة من عمره. وهذه الأسنان تسمى بالأسنان اللبنية، وهي أسنان مؤقتة يتم استبدالها بأسنان دائمة في سن السادسة. من خلال الصورة السابقة، ما مجموع الأسنان اللبنية المؤقتة؟ كم عدد الأضراس؟ وكم عدد الأنياب والقواطع؟ أحسنت، 8 أضراس، 4 أنياب، و8 قواطع، والمجموع يساوي 20 سنا. لماذا سميت الأسنان اللبنية بالأسنان المؤقتة؟ أحسنت، لأنه يتم استبدالها عند سن السادسة. أما بالنسبة للأسنان الدائمة عند الإنسان البالغ، كم يساوي عددها؟ عدد الأضراس يساوي 12 ضرسا، والأنياب 4 أنياب، و8 قواطع، و8 ضواحك، والمجموع هو 32 سنا. والآن عزيزي الطالب، أجب عن السؤال الآتي. انظر إلى الصورة المجاورة، أي صورة تمثل إنسان بالغ، الصورة الأولى أم الثانية؟ ولماذا؟ أحسنت، الصورة الأولى، لأن عدد الأسنان فيها 32 سنا. الجهاز الهضمي عند بعض الحيوانات. تمثل الصور الآتية أجهزة هضمية لحيوانات مختلفة. ماذا تلاحظ؟ انظر إلى الصور، ماذا تلاحظ؟ أحسنت، نلاحظ أن الأجهزة الهضمية عند الحيوانات مختلفة. شكراً لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.